السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي بمدارس المدينة الأكاديمية، أسعد الله أوقاتكم جميعا ودمتم في صحة وعافية. من نافذة لغتي الجميلة لغتي الفصحى يكون لقائي معكم اليوم استكمالا لدرس الشجرة الحزينة. لنجيب على أسئلة الدرس، أولا يا أبنائي نبدأ في قراءة الدرس قراءة معبرة. الشجرة الحزينة في يوم العيد السعيد تجمع الأطفال في الحديقة يلعبون، وبينما كانت العصافير تطير فرحة لاحظ أحد العصافير أن الشجرة تبكي وقال: لماذا تبكين في يوم العيد؟ قالت الشجرة: جميعكم تلعبون وأنا لا أستطيع الحركة. فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة. نادى العصفور أصدقاءه وأخذت العصافير تتراقص فوق الشجرة حتى تحركت أغصانها. فرحت الشجرة وقالت: شكرا لك أيها العصفور اللطيف. أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، بعد قراءة الدرس قراءة معبرة نريد أن نجيب على أسئلة الدرس، فنبدأ وبالله التوفيق. حان وقت الإجابة على أسئلة الفهم والاستيعاب. أفهم النص وأستثمره. أجيب السؤال الأول يا أبنائي: أين تجمع الأطفال في يوم العيد؟ أين هذه يا إخواني يا أبنائي الأعزاء علامة استفهام تدل على السؤال وهي تدل على المكان. إذن السؤال يحتاج إلى إجابة بها مكان. أين تجمع الأطفال يوم العيد؟ وهذه هي علامة الاستفهام تدل على أن هنا سؤال. أنتظر إجاباتكم، أسمعكم جميعا. من يجيب؟ ممتاز، أحسنتم. تجمع الأطفال في الحديقة. الجميع يكتب في هذا المكان. تجمع الأطفال في الحديقة. يبقى أين تجمع الأطفال يوم العيد؟ نكتب: تجمع الأطفال يوم العيد في الحديقة. السؤال الثاني يا أبنائي: لماذا؟ وهي تسأل عن السبب. لماذا كانت الشجرة تبكي؟ استفهام. لماذا؟ ما سبب بكاء الشجرة؟ أنتظر إجاباتكم. الجميع يفكر معي، أسمعكم جيدا. ممتازين، أحسنتم. الإجابة تقول: لأن الأطفال والعصافير يتحركون ويلعبون وهي ثابتة لا تتحرك، وهذه طبيعتها فإنها ثابتة مكانها لأن بها جذور تمسكها في الأرض جيدا. هذه هي طبيعة الشجرة، لكنها تريد أن تتحرك مثلهم ولكنها لا تستطيع الحركة. يبقى الإجابة يا إخواني: لماذا كانت الشجرة تبكي؟ الإجابة تقول: لأن الأطفال والعصافير يتحركون ويلعبون وهي ثابتة لا تتحرك، وهذه طبيعتها ولكنها تريد أن تتحرك وتمرح وتلعب مثلهم. السؤال الثالث: كيف عادت العصافير السعادة إلى الشجرة؟ كيف؟ أسمعكم جيدا. ممتازين، أحسنتم. عندما تجمع العصافير وحركت أغصان الشجرة وأخذت تتراقص فوق أغصان الشجرة ففرحت الشجرة.
السؤال مرة ثانية، كيف أعادت العصافير السعادة إلى الشجرة؟ كيف؟ ما هي الطريقة؟ ممتازين. عندما تجمع العصافير وحركت أغصان الشجرة، وأخذت العصافير تتراقص فوق أغصان الشجرة، ففرحت الشجرة تلك اللحظة. السؤال الرابع يا أبنائي، ما الذي تعبر عنه هذه الحكاية؟ الجميع يشارك، الجميع يفكر معي جيدا. ممتازين. تعبر هذه الحكاية عن مساعدة الآخرين والتعاون معهم ومحاولة السعادة للغير وحب الخير لهم يوم العيد. ممتازين يا أبنائي، بارك الله فيكم. بني انتبه معي جيدا، لو كنت أنا الذي شاهدت الشجرة وهي تبكي، ماذا كنت سأفعل لإسعادها؟ فكر يا بني. لو كنت أنا الذي شاهدت الشجرة وهي تبكي، ماذا كنت سأفعل لإسعادها؟ انتظر إجاباتكم في التعليقات يا أبنائي. الجميع يفكر معي. المكون الثالث، أنمي لغتي. أكمل الجملة بالكلمة المناسبة. الكلمات يبكون، يلعبون، الأطفال. نقاط أو فراغ في الحديقة. عندي كلمتين، الكلمة الأولى يبكون، الثانية يلعبون. الجملة الأطفال في الحديقة. في الحديقة، ماذا نضع في هذا الفراغ أو في النقاط يا أبنائي؟ نضع يبكون أم يلعبون؟ نقول الأطفال يبكون في الحديقة، هذا كلام غير صحيح. إذن نضع في هذا المكان. ممتازين، أحسنتم. نضع يلعبون. نعم، نرى الأطفال يلعبون في هذه الصورة. هذا الولد معه كرة، وهذا الولد معه دراجة، وباقي الأولاد يمرحون في الحديقة. إذن لا يمكن أن نقول يبكون، وإنما نراهم يلعبون. إذن نكتب الأطفال يلعبون في الحديقة، وتكون الجملة صحيحة وتتفق مع ما نراه ونشاهده في هذه الصورة. ننتقل بعد ذلك يا أبنائي. الكلمات تغرد، الكلمة الثانية تطير، الكلمة الثالثة تتراقص. الجملة العصافير فراغ أو نقاط فوق أغصان الشجرة. ماذا نختار من هذه الكلمات الثلاثة؟ نقول العصافير تغرد، أم العصافير تطير، أم العصافير تتراقص؟ نعم، أنا أشاهد العصافير فوق الشجرة، لكنها هل هي تغرد أم تطير أم تتراقص؟ أنا أشاهد وأرى أن العصافير فوق الشجرة تتراقص، ما نسمع صوتها ولا نراها أنها تطير، وإنما هي تتراقص كما أخذنا في الدرس. إذن الكلمة التي نختارها تتراقص، وتكون الجملة صحيحة. نقول العصافير تتراقص فوق الشجرة. نكتب في هذا الفراغ أو مكان النقاط الفعل تتراقص كما نشاهد في هذه الصورة. انتبه معي بني للمكون الرابع. ألاحظ الجمل وأقرأها. الجملة الأولى العيد السعيد. الجملة الثانية العصافير تطير فرحة. الجملة الثالثة شكرا لك أيها العصفور اللطيف. نلاحظ في الجملة الأولى يا أبنائي الحروف التي هي باللون الأحمر، ال في كلمة العيد، وال
في كلمة السعيد نجد أن ال في كلمة العيد القمرية، لذا هو نجد أنها كتبت باللون الأحمر. وال هذه يا أبنائي لام قمرية، أحسنتم. كيف عرفنا أنها لام قمرية؟ لوجود السكون عليها، فهي ساكنة مقطع ساكن، ولأن الحرف الذي يليها حرف العين، وحرف العين تأتي مع اللام القمرية، والعين متحركة ولم تكن مشددة، فهي تأتي مع بعد اللام القمرية حرف، يأتي بعد اللام القمرية حرف متحرك. وأن اللام هذه يا أبني تنطق وتكتب، أو تكتب وتنطق، فهي لام قمرية، نقول العيد. أما الكلمة الثانية السعيد، فهي لام شمسية. كيف عرفنا أنها لام شمسية؟ الجميع يفكر معي، من يعلمني الإجابة؟ أحسنتم. لام شمسية لأن اللام غير ساكنة، واللام جاء بعدها حرف السين، والسين من الحروف التي تأتي مع اللام الشمسية، وأن السين مشددة، واللام الشمسية يأتي بعدها حرف مشدد، وأن اللام هذه يا أبنائي تكتب ولا تنطق، نقول السعيد الس، لا نقول ال، لا ننطق اللام يا أبنائي لأنها لام شمسية، وإنما نقول الس، فهي لام شمسية. نقرأ الألف ونتعدى اللام وننطق السين بعد الألف، نقول الس، هذه هي اللام الشمسية. وحرف السين مشدد بحرفين، الحرف الأول ساكن ينطق مع الآ مقطع ساكن، نقول أس، والسين الثانية متحركة تنطق وحدها لأنها متحركة ولم يأتي معها حرف مد ولا سكون، وجاء بعدها حرف متحرك، فنقول س. عي مد مع مدود، دو حرف مقطوع، وقلنا الحروف المقطوعة ستة، الألف والواو والدال والذال، وألف والواو والدال والذال والراء والزاي، فهي حروف مقطوعة، معنى أنها حروف مقطوعة تتصل بحرف السابق لها ولا تتصل بما يأتي بعدها، ونجد أن هذه النقطة توضع في نهاية الجملة الخبرية. ننتقل إلى الجملة الثانية، العصافير، نفس الشيء يا أبنائي، ال هذه لام قمرية كما قلنا، ولأن اللام ساكنة وكتبت ونطقت، نقول ال، وجاء بعدها حرف العين وهو من حروف اللام القمرية، وكان متحركا ولم يكن مشددا. الكلمة الأخيرة في هذه الجملة فرحة، الكلمة منتهية بتاء مربوطة، ممتازين أحسنتم. والتاء المربوطة يا أبني إذا كانت متحركة فإنها تنطق تاء، وهي متحركة بالتنوين، نقول فرحة، وقلنا أن التنوين صوت رنين يشبه صوت النون، وهو التنوين نسمعه ولا نكتبه، وكلمة فرحة متحركة فكتب فتنطق تاء، وإذا وقفنا عليها بالسكون ولم نقرأ شيء نقول فرحة تنطق هاء، التاء المربوطة إذا كانت ساكنة تنطق هاء. ونجد أن التاء المربوطة يا ابني فوقها تنوين، وعلامة التنوين فتحتان فوق الحرف التاء، فهي تنوين بالفتح، ونلاحظ أننا لا نزيد الألف ألف التنوين، لأن التاء المربوطة ترفض أن يأتي بعدها ألف التنوين. ننتقل إلى الجملة الثالثة، شكرا لك أيها العصفور اللطيف، شكرا منتهية بتنوين الفتح، وهو عبارة عن فتحتان فوق الحرف الأخير وحرف الراء، وبعد حرف الراء نزيد ألف التنوين المساعد، لأن حرف الراء هنا يحتاج إلى ألف التنوين المساعد، نقول شكرا. ونجد أن التنوين يكتب علامة التنوين ولا نكتبه نون، فهو ليس بحرف نون وإنما هو صوت نون يا أبني. الكلمة الثانية العصفور، وقلنا أنها لام قمرية كما قلنا. اللطيف، كلمة اللطيف يا أبني لام ممتازين لام شمسية. اللطيف، كيف عرفنا أنها لام شمسية؟ لأن اللام الأولى غير ساكنة، وجاء بعدها حرف اللام، وحرف اللام يأتي مع اللام القمرية أم مع اللام الشمسية يا أبني؟ ممتازين أحسنتم، حرف اللام يأتي مع اللام الشمسية وكان مشددا، فهذه اللام لام شمسية، ولا نقول أن هذه لام قمرية، فنقول اللطيف، اللام التي ننطقها واللام التي نسمعها هي اللام المشددة، لأن اللام الأولى من الحرف المشدد
ساكنة نقول ألا، فهذه هي اللام الثانية وليست اللام الأولى. اللام الأولى لام شمسية لا تنطق، وإنما الذي ننطقه هي اللام الثانية المشددة. ننطق الأولى منها نقول اللطيف. أبنائي طلاب الصف الأول انتبهوا معي جيدا، المكون الخامس، وحولوا. وقف العصفور فوق الغصن. هذا المكون يا أبنائي يريد أن يعلمنا كيف نفرق بين الفعل إذا كان للمؤنث وإذا كان للمذكر. وقف هذا هو الفعل، ننظر إلى الفاعل، فإذا كان الفاعل مذكرا فنقول وقف، وإذا كان الفاعل مؤنثا فنقول وقفت، لأن الفاعل إذا كان مؤنثا يجب أن تلحقه تاء التأنيس. وقف العصفور، العصفور هذا مذكر أم مؤنث؟ مؤنث يا أبنائي، الجميع يفكر. نعم أحسنتم، العصفور مذكر يا أبنائي، إذن الفعل لا يحتاج إلى تاء تلحق به، فنقول وقف العصفور فوق الشجرة، لأن الفاعل مذكر فنقول وقف بدون تاء التأنيث. ننتقل إلى الجملة الثانية في نفس المكون، الحمامة فوق الغصن. فراغ نقاط في البداية، الحمامة فوق الغصن، نحتاج إلى فعل في هذا الفراغ أو محل النقاط. ننظر إلى الفاعل، الفاعل الحمامة، الحمامة مذكر أم مؤنث؟ من يعلمني يا أبني؟ الحمامة مذكر أم مؤنث؟ ممتازين أحسنتم، الحمامة مؤنث. كيف عرفتم أن الحمامة مؤنث؟ ممتازين، لأن الحمامة تلحقها تاء مربوطة، والتاء المربوطة تأتي للمؤنث فقط يا أبنائي. الحمامة، إذن الفاعل مذكر فيجب أن يكون الفعل به تاء تأنيث، فنقول وقفت الحمامة، فنكتب في هذا الفراغ وقفت بتاء التأنيث لأن الفاعل مؤنث، بخلاف العصفور، العصفور في المثال السابق مذكر، فنجد أن الفعل لا يلحق تاء التأنيث، وكان هنا الفعل مصحوبا بتاء التأنيث لأن الفاعل مؤنث. ننظر إلى المثال التالي يا أبنائي، ضحكت الشجرة، ضحكت الشجرة، نجد أن الفعل ضحكت لحقته تاء التأنيث لأن الفاعل مؤنث. ممتازين أحسنتم، كيف عرفنا أن هذا الفاعل مؤنث؟ لأن به تاء التأنيث، وهذه التاء المربوطة تلحق تاء التأنيث. الفاعل مؤنث لأن به تاء مربوطة، والتاء المربوطة تكون مع المؤنث، إذن الفاعل مؤنث. ممتازين، والفعل يجب أن تلحقه تاء التأنيث. ننظر إلى المثال التالي، عندي فراغ ثم الفاعل، إذن كل فاعل يحتاج إلى فعل، فيجب أن نكتب في هذا الفراغ أو هذا المحل فعل يناسب الفاعل، والفاعل مذكر يجب أن يكون الفعل بدون تاء تأنيث، فنقول ضحك فواز، ولا يجوز أن نقول ضحكت لأن الفاعل مذكر وليس مؤنث، فنكتب في هذا المحل أو في هذا المكان يا أبنائي ضحك بدون تاء التأنيث. ننظر إلى المثال التالي يا أبنائي، نادى العصفور أصدقاءه، نادى العصفور أصدقاءه، الفعل نادى والفاعل العصفور، ونادى يأتي بدون تاء لأن الفاعل مذكر لا يحتاج إلى تاء تأنيث. ننظر إلى المثال التالي، فراغ أو نقاط، نورة صديقاتها، نحتاج إلى فعل مناسب لهذا الفاعل، الفاعل مؤنث، نورة بها تاء مربوطة، إذن فالفعل مؤنث، فالفعل يحتاج إلى تاء تأنيث، فنقول نادت. أحسنتم، نادت، أسمعكم جميعا تشاركون معي، بارك الله فيكم، إذن الفعل نادت. فننظر إلى الفعل في المثال الأول، عندما كان الفاعل مذكر نقول نادى بدون تاء، لكن
في هذا المثال عندما كان الفاعل مؤنث نجد أن الفعل لحقته تاء التأنيث، فنقول نادت. أبنائي انتبهوا معي جيدا إلى المكون التالي، وعبروا ورتبوا الكلمات الآتية لأكون جملة مفيدة. الكلمات: فرحة العصافير تطير. انتبه معي بني، هذه كلمات، كل كلمة على حدة، نريد أن نكون من هذه الكلمات جملة مفيدة، فنرتب الكلمات كالآتي أو كالتالي: العصافير، هذا هو الفاعل، والفاعل يحتاج إلى فعل، إذن الفعل تطير فرحة. يبقى ترتيب الجملة يا أبنائي، نكتب في هذا الفراغ أو في محل النقاط، نقول: العصافير تطير فرحة في هذا المحل، فأصبح عندنا جملة مفيدة. المجموعة الثانية: العصفور أصدقاءه نادى. نبدأ هنا يا أبنائي بالفاعل، فنقول نبدأ بالفعل فنقول نادى، هذه جملة فعلية، نادى فعل ماض، ثم الفاعل العصفور، من الذي نادى؟ العصفور، نقول نادى العصفور أصدقاءه، نكتب في هذا الفراغ أو محل النقاط كالتالي، نقول نادى العصفور أصدقاءه. إذن هنا الجملة فعلية، لكن في المجموعة الأولى كانت الجملة اسمية، بدأنا بالفاعل. ننظر إلى المجموعة الثالثة يا أبنائي، نقرأ الكلمات ونكون منها جملة. الكلمة الأولى: لك اللطيف العصفور شكرا أيها. نريد أن نكون جملة من هذه الكلمات لأنها غير مرتبة، ونكتب محل النقاط أو على السطر، فنبدأ بالكلمة الأولى: شكرا لك أيها العصفور اللطيف. نكتب في هذا المحل يا أبنائي، محل النقاط: شكرا لك أيها العصفور اللطيف. ممتازين، أحسنتم. المكون السابع يا أبنائي، الجميع ينتبه معي جيدا، أقرأ العبارة الآتية ثم أرسمها بخطي الجميل مبتدئا من السطر الأخير. الجملة: شكرا لك أيها العصفور اللطيف. شكرا لك أيها العصفور اللطيف. بني، يجب أن نكتب هذه الجملة مبتدئا من السطر الأخير، وهذا هو السطر الأخير، نكتبها مرة ثانية ونلاحظ أن الكتابة تكون على الخط البرتقالي، ونلتزم بهذا السطر، ونلاحظ أن هناك حروف تكتب على السطر فوق السطر مثل الألف والدال والذال والهاء المربوطة والتاء المربوطة، هذه الحروف تكتب على السطر، وهناك حروف تكتب جزء، يكتب جزء منها فوق السطر والجزء الآخر تحت السطر مثل الراء والزاي واللام، فهذه حروف يا أبنائي، ننتبه إلى أن هناك حروف يكتب منها جزء فوق السطر والجزء الآخر تحت السطر، نجد الراء جزء منها فوق السطر وجزء منها تحت السطر، نجد أن الألف فوق السطر، الشين لأنها في بداية الكلمة فإنها تكتب فوق السطر، والكاف تكتب فوق السطر لأنها في أول الكلمة، لك اللام والكاف يكتبان فوق السطر، الألف يكتب فوق السطر، الياء لأنها في بداية الكلمة تكتب فوق السطر، والهاء فوق السطر، والألف فوق السطر، الألف واللام يكتبان فوق السطر، فننتبه إلى هذه الأمور يا أبنائي عند الكتابة، ويجب أن أعتني بخطي جيدا وألتزم بالسطر، ونضع نقطة في نهاية الجملة الخبرية، فنكتب السطر من الأسفل ثم السطر الذي يليه ثم السطر الذي يليه حتى نصل إلى نهاية ما نريد أن نكتبه. انتبه معي يا بني،
سؤال: هل ما فعلت العصافير لإسعاد الشجرة الحزينة صحيح؟ هذا سؤال. ولماذا؟ السؤال مرة ثانية: هل ما فعلت العصافير لإسعاد الشجرة الحزينة صحيح؟ ولماذا؟ الجميع يفكر معي جيدا يا أبنائي، أنتظر إجاباتكم في التعليقات يا أبنائي، يسعدني إجاباتكم جميعا. 2، بمساندتكم أسرتي العزيزة أكتب رسالة شكر، أكتب رسالة شكر إلى معلمي أو معلمتي، بالتأكيد معلمي لأن الذي يدرس لكم معلم. أكتب رسالة شكر إلى معلمي الذي ساعدني في تعلم القراءة والكتابة. بمساعدة أسرتك يا بني عليك أن تكتب رسالة شكر إلى معلمك الذي علمك القراءة والكتابة في هذا المحل، وننتظر الإجابة أو الرسالة في تعليقاتكم أيضا. شكرا لكم أبنائي. 3، أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ. العبارة: فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة، فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة، ونضع النقطة في نهاية الجملة، ونلتزم بالسطر يا أبنائي، السطر البرتقالي، ونلتزم بأن هناك حروف تكتب فوق السطر وهناك حروف يكتب منها جزء فوق السطر والجزء الآخر تحت السطر يا أبنائي. ننتقل إلى المكون الرابع يا أبنائي، ولاحظوا العبارة الآتية ثم أكتبها في دفتر إملاء من معلمي، إملاء منظور. انظر إلى الجملة جيدا ثم تحجب عنك وتكتبها مرة ثانية من ذاكرتك. نادى العصفور أصدقاءه، فاصلة بين الجملة والجملة، الجملة الثانية: وأخذت العصافير تتراقص. عليك أن تكتب هذه الجملة يا أبنائي بعد أن تنظر وتطلع عليها ثم تحجب عنك وتكتبها مرة ثانية. المكون الخامس: أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي، إملاء اختباري، جملة تشتمل ما درسه الطالب من ظواهر لغوية، والإملاء يكون مع الأسرة في المنزل يا بني، ولا تهمل الإملاء كما تعلمنا. التقويم التجميعي: أكمل الجملة بكلمات من الجمل الآتية، أكمل الجدول بكلمات من الجمل الآتية. الجملة الأولى: شكرا لك أيها العصفور اللطيف. الجملة الثانية: فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة. الجملة الأخيرة يا أبنائي: العصفور اللطيف. الجملة الأخيرة: العصفور اللطيف. هذا هو الجدول يا أبنائي. نريد تضعيف، يعني معنى التضعيف ممتازين، يعني حرف كلمة بها حرف مشدد، كلمة بها حرفا مشددا. الكلمة الأولى ممتازين، أيها في الجملة الأولى. الكلمة الثانية التي بها حرف تضعيف يعني حرف مشدد يا أبنائي: اللطيف، اللطيف في الجملة الأولى أيضا حرف مشدد في أيها، حرف مضعف ومشدد في اللطيف. الكلمة الثالثة بها حرف تضعيف في الجملة الثانية: الشجرة، الشين مشددة، فنكتب الكلمات التي بها تضعيف في هذا المحل. في الجهة الثانية: تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. نريد كلمة بها تنوين فتح طبعا في الجملة الأولى شكرا، والكلمة الثانية ننظر ممتازين، طريقة في الجملة الأولى طريقة بها تنوين كسر. نريد الكلمة الثالثة، من يأتي بالكلمة الثالثة بها تنوين ضم
ممتازين، أحسنتم. تنوين ضم كلمة لطيف في الجملة الثالثة. انتبه معي بني، أكمل الجدول بكلمات من الجمل الآتية. علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت. الجملة الثانية، استيقظ فواز وتناول وجبة السحور. انتبه معي بني، هذا هو الجدول، نريد أن نجيب على المطلوب. نأتي بكلمة بها لام قمرية. من يأتي بكلمة بها لام قمرية من الجملتان السابقتان؟ كلمة بها لام قمرية، ممتازين. الأسرة، كلمة الأسرة في الجملة الأولى بها لام قمرية، ممتازين أحسنتم. كلمة بها لام شمسية، من؟ ممتازين أحسنتم. السحوري بها لام شمسية، ممتازين. نريد كلمة بها تاء، تاء مفتوحة، ممتازين أحسنتم. علمتي، علمتي الكلمة الثانية ففرحت. من يجيب؟ نريد كلمة بها تاء مربوطة منفصلة، الأسرة. وإذا أردنا كلمة بها تاء مربوطة متصلة بالحرف السابق لها، وجبة، لكنه يريد كلمة بها تاء مربوطة متصلة وقفة تقف وحدها بدون أن تتصل، كلمة الأسرة. أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، ننتقل بعد ذلك إلى المكون الثالث. أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ. العبارة أو الجملة، قال الأب في العام القادم ستكبر الجملة إن شاء الله وتصوم معنا. نقرأ مرة ثانية، قال الأب، وبعد القول نضع نقطتان رأسيتان بعد القول كما هو موضح. في العام القادم ستكبر إن شاء الله وتصوم معنا، ونضع نقطة في نهاية الجملة يا أبنائي كما تعودنا. نكتب هذه الجملة مرة ثانية إملاء منسوخ، يعني أنظر إلى الكلمة واكتبها والتزم بالسطر البرتقالي، والتزم بالحروف وبالظواهر اللغوية بالحركات وبالتشكيل والحرف المشدد واللام القمرية واللام الشمسية كما تعلمنا. 4، ألاحظ الجملتين الآتيتين ثم أكتبها، ثم أكتبهما في دفتري إملاء من معلمي، إملاء منظور. مرة ثانية، ألاحظ الجملتين الآتيتين ثم أكتبهما في دفتري إملاء من معلمي، إملاء منظور. الجملة الأولى، مبارك يا نورة. الجملة الثانية، تجمع الأطفال في الحديقة. انظر بني، ثم عليك أن تكتب هاتان الجملتان. المكون الخامس والأخير، أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي، وأترك هذا الإملاء لأن تكتبه مع أسرتك يا بني. أبنائي طلاب الصف الأول، إلى هنا نكتفي بهذا القدر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.